الإعلامية سميرة البلوي تعود لتلتقي مشاهديها ببرنامج صباحية دوزيم بعد غياب طويل. إليكم التفاصيل. بعد أن غابت عن الظهور عبر الشاشة المغربية دوزيم بالضبط عن تقديم برنامج الشهير صباحية دوزيم، عادت الإعلامية المغربية سميرة البلوي للظهور من جديد ولتقديم البرنامج، والذي غابت عنه بشكل مفاجئ ودون ذكر السبب. ونشرت الإعلامية سميرة البلوي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام صورا جديدة لها من بلاطو البرنامج رفقة أخصائية التغذية سلمى بالخياط، حيث بدت علامات عودة سميرة إلى تقديم البرنامج، وذلك بعد فترة من تقديمه من قبل زميلتها براديو دوزيم مها الشريبي، لسيما بعد مشاركتها تدوينة كتبت فيها قائلة: أشعر بالارتياح لعودتي. للإشارة أن الإعلامية سميرة البلوي تعود عليها الجمهور لسيما النساء المغربيات في تقديم برنامج صباحية دوزيم منذ سنوات، وذلك رفقة مجموعة من المنشطات المغربيات ومنهم ليلى الشواي وليلى الحديوي وهدى جنان.